داري لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. ندير حريشه في الفران وقلت نشاركها معكم. عندي هنا السميده، جوج جزات ديال السميده، سميده رقيقه ديال حرشه. ايوا درت 4 كاس ديال الزيت وكنخلطو الخليط ديالو مزيان، هذا كنرملوها مع الزيت. غادي نديرو شويه ديال الملحه ونديرو معلقه ديال الخميره ديال الخبز وخمارات ديال الحلوى، جوج خمارات وجوج فاني. ايوا ونديرو معلقه ديال المربى ديال المشمش، نزيدوها. ايوا هاني البنات جوج معالق ديال سنيده، وكما قلت لكم المربى حتى هو جوج معالق صغار اللي درت. ايوا غادي نخلط هذا الخير غير بالماء بارد، ودرت الخمارات قلت لكم جوج خمارات وخميره ديال الخبز حتى هي معلقه وفاني، وغادي نخلط هذا الخير بالماء عادي. ايوا وغادي نكور كورات ونديروها في السميده الغليظه ونحطهم وندخلهم الفران. ايوا ها هي البنات، ها هي دابا غادي نخليها ترتاح شرب واحد شويه، عاد ديك الساعه نديرو ليها الكرات نكوروها ونديروها في السميده الغليظه ونحطوهم في الطاوله ديال الفرن بطبيعه الحال اللي فيها الورق ديال الفرن، ايوا ندخلوهم للفران ان شاء الله يطيبوا. البنات كورتهم درت لهم بحال هكا شويه، بسطتهم بالسميده قلت لكم ديال الكسكسو باش كنديرو فاش كنمدوهم السميده الغليظه. ايوا دابا غادي ندخلهم للفران ان شاء الله. الفران ديجا راه سخنتو ودابا غادي نديرو على 180 درجه ونخليهم يطيبو، راه بغيا كيطيبو يا البنات متنساوش عليهم. ايوا ها هما هي البنات الحريشات ديالنا كيف تيجي، وعطيو غزالين هما من الداخل، هيا تتجي طايبه وزوينه من داكشي. ايوا بالصحه والراحه اللي كتحن محلوله اليوم داك الشيء فين منين عطيك غزال غزال ما نقولش لكم.